اسمع مني يا صاحبي، اليأس ده شيء مرفوض، لازم نبعد عنه وفي كل مجال هنفوت. هو احنا عقولنا في ورشة ولا في حالة موت؟ اسمع مني يا صاحبي، ده احنا عقولنا تمام، لازم نوصل بيها ونحقق الأحلام ونغير مجرى حياتنا دايما للأمام. اسمع مني يا صاحبي، اليأس ده وضع حزين، إن اتملك منه هيخلي حياتنا جحيم، ويحل ويربط فينا في طريق فيه ضايعين، وتكون دي نهاية لناس أكيد فاشلين. اسمع مني يا صاحبي، مش احنا دي الناس، احنا بشرية عظيمة كلها فكر وإحساس، وده دافع كامل لينا بسبب نكون واعيين. ده اليأس عواقب وخيمة ولا يرضي رب الدين. اسمع مني يا صاحبي، القصة دي خلاص، الأمل هو حياتنا واليأس لازم ينداس. مش منا بس يا صاحبي، ده واجب كل الناس، عايزين نكون عبرة لهذا الصح ليهم، ونكون دافع ليهم، ونمحو كل اليأس الظاهر فينا ليهم، وبرضو داخل النفس لابد ننسف يأس. ده العقل فينا نظام محتاج فكرة تمام، برضو تخط الصعب عملي مش كلام.